اليوم سيقوم وفد مجلس الوطني لحقوق الإنسان والخبراء الذين يسهرون على تنفيذ مشروع متحف الحسيمة بزيارة تفقدية لمعرفة مدى تقدم الأشغال بخصوصه. كانت هناك بطبيعة الحال جلسة عمل مع عامل المدينة من حيث كذلك دعمهم ودعم وزارة الداخلية لهذا المشروع. هناك دعم ديال مجلس الجهة، دعم كذلك ديال المجلس الإقليمي والعمادة ديال المدينة. نحن اليوم في فترة متقدمة، زيارتنا هي ترمي إلى تدقيق بعض القلوب، بعض العمليات التي نحن بحاجة إليها. هذا المشروع انطلق منذ بعد رسالة الملكية في الندوة الوطنية ديال 2011، تم ترميم هذا المتحف بعد زلزال الحسيمة. هذا المشروع سيكلفنا من حيث الأشغال الكبرى حوالي 40 مليون درهم. نأمل أن يتم افتتاحه نهاية 2022.